طب حلو قوي. طب عايزين نعرف بقى ايه الاسباب، هل ده بسبب يا دكتور انه الشخص بيكبر في العمر فده ده طبيعه الحياه انه ليس كل له علاقه بالعمر خالص خالص خالص. ممكن يكون له علاقه بصحه وحيويه ونشاط الجسم نفسه، يعني هي دي القصه اللي عايز اقول عليها. يعني انا ما اقدرش اقول ان الشخص اللي هو الرياضي هيجي له نفس الشيخوخه في نفس السن بالشخص اللي هو مش رياضي. الانسان اللي هو مهتم باكله وبياكل حاجات يعني مفيده اكيد هيبقى غير الانسان اللي هو مش بيهتم بالاكل بتاعه. في حاجات بتجيب الشيخوخه بدري زي الدخان، التدخين، هو ده معروف في الدنيا كلها ان التدخين ده بيصيب الاجهزه نفسها بالشيخوخه بدري شويه. التدخين، التدخين وشرب الكحوليات. طب هل في انواع يا دكتور من شيخوخه العين؟ بصي حضرتك بقى هنبتدي نتكلم على الشيخوخه من اول بره هنا. في سن معين يحصل حاجه اسمها سكين رينكلز. الرينكلز هي تجاعدات في الجلد تحت او تجاعيد فوق وتحت العين. يعني تجاعيد تيجي ممكن تحت وممكن من فوق، من فوق ومن تحت. اه كويس. وبنسميها اللي هي السكين لاجز دي او الرينكلز دي، ودي بيتعمل لها عمليات. دي اللي هي شد الجفن، اللي هي يتشد الجفن، يتشد الجفن من فوق ومن تحت. فده وارد وموجود. في حاجه اسمها سانكن اي، يعني العين تبقى غطسانه لجوه. ممكن تلاقي الشخص الكبير في السن تلاقي عينه ايه غطست لجوه خالص كده، دخلت لجوه والجفن ابتدى ينزل تحت شويه. ده نوع من الشيخوخه، وده بيتعمل له برضه علاجه. ده بيتعمل له ريفيل. ريفيل ايه؟ بياخدوا اجزاء من الفات من الدهون من الفخذ مثلا وتتحقن خلف العين فتزقها لقدام شويه. طيب انا طلعت لبره شويه. كويس تمام. في عندي معانا يا دكتور احنا بنتكلم كده الصوت. اه هي دي اللي هي السانكن اي. دي بتبقى داخله لجوه، دي لما العين تدخل لجوه، داخله لجوه. دي العين ودي بتحقن حضرتك فاتس او دهون عشان خلف تطلع لبره شويه، تطلع لبره شويه. ودي مش هتضر في حاجه. دي اللي هي اسمها السنايل كاتاركت. كاتاركت اللي هي الميه البيضاء، وهي واسمها سنايل مرتبطه بالشيخوخه، فهي بتحصل في سن معين. هتقولي طب سن كام؟ ملهاش سن معين، لكن هي مع تقدم العمر. يعني عندنا انواع الميه البيضاء كتير قوي قوي قوي، ومن ضمنها والشائع منها والاكثر منها هو السنايل كاتاركت دي، اللي بتحصل مع السن. الناس كلها مع السن يحصل له ده. هل كل الناس يحصل لهم الموضوع ده؟ لا، مش كل الناس يحصل لهم الموضوع ده. مرتبط شويه بالجينات، يعني مثلا كان الوالد الوالده كان عندهم كاتاركت فبيجي له برضه كمان كاتاركت. حلها انها بتتشال. المايه البيضاء دي بتتشال. بالظبط كده. هي بذل المايه البيضاء. ازاله المايه البيضاء. ازاله المايه البيضاء. دي النقطه، شايفه النقطتين البيض اللي فوق خالص في على حرف العين؟ فوق دي اسمها ترسبات، دي كالسيفيكيشنز بتحصل في الصلبه، الجزء الابيض ده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني فوق من فوق. هي في صوره ثانيه جايبه الجزء ده. حاجه اسمها هايرانزي. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. لا هنرجع تاني ورا، يمكن في صوره عين كده فيها جزء في الجنب ده. هي دي ترسبات كالسيوم. في دي ترسبات بتبقى كالسيوم بتترسب على الجزء الابيض من العين. لا دي بتتشالش. دي الشخص هيفضل عايش بيها؟ اه دي نوع من انواع الشيخوخه بتاعت العين. بتظهر جزء كده مترسب جنب جنب النني الاسمر ده. بيبقى لونه ايه؟ هي بتاخد لون ابيض الاول بعد كده بتصفر. يعني بتبقى باينه. اه طبعا بتبقى باينه طبعا، بس دي ما بتتشالش. يعني جزء في السكرين نفسها، بس دي اتعمل صوره اشعه مقطعيه عليها، لقوا ان هي فعلا مترسبه في جسم، يعني مش عليها من بره، مش على البياضه من ورا، ده داخل في جسمها نفسه، ترسبات من الكالسيوم نفسه. في حاجه كمان اسمها اركا سينيليس، برضه بنفس السينيليتي. اركا سينيليس دي تلاقي النن بتاعنا الاسمر ده اتكون حواليه حلقه لونها ابيض. حلقه لونها ابيض. وساعات الناس تقول ايه هو انا دي ميه بيضاء؟ نقول له لا، دي مش ميه بيضاء، دي ترسبات حوالين، ودي دهون. دي دهون وبتعتبر دهون. دي ممكن تتشال يعني لو قلت بقى هتظهر بدري شويه، عشان لو هتكلم على الحاجات اللي هي الايرلي شويه هتظهر في الناس اللي هم عندهم نسبه الكوليسترول بتاعتهم عاليه شويه، تقوم ترسب الايه الدهون دي حوالين فتعمل حلقه كده، رينج كده حوالين العين، دايره. تقصد حضرتك دي اللي كنا بنتكلم عليها؟ دي في الشبكيه، ما وصلناش للشبكيه لسه. فدي حاجه بتبقى حوالين القرنيه بتاعت العين. طب ودي ممكن تتشال الدهون اللي ما بتتشالش؟ لا دي ما بتتشالش. دي بتفضل برضو مع الشخص بتفضل للشخص. اه طبعا يفضل ما دام اتكونت خلاص. بس هي ليها، هي سبحان الله هي ليها حد معين
حوالين القرنيه كده ما بتزيدش عنه، ما لا يعني هي زي ما كنت جبتي قلم ورسمتي دايره كده حواليها وهي لا تتعدى هذا الموضوع. طب هل بيبقى في بوادر منها فالشخص ممكن يلحقها قبل ما تكون حوالين العين كلها؟ ما فيش فيها الحقها دي، ما فيهاش خالص. لا